السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار وبرحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. أخذت هاتف شاومي 13 برو، أقوى هاتف حاليا من شاومي، وحكيت بدي أخليه يتنافس بالتصوير مع مين؟ مع الآيفون 13 برو ماكس. حكيت ليش مش الآيفون 14 برو ماكس؟ لأنه مش موجود عندي، فهذا الموجود عندي. فحكيت بنشوف، هذا أكيد قديم وهذا جديد، هل بتنافسوا مع بعض؟ هل شاومي وصلت لمرحلة أنه ممكن تتفوق على الايفون بالتصوير على الاقل؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول شيء راح ابلش بالتصوير الفوتوغرافي. بقدر احكي لك انه الشاومي عنده خيارات بالتصوير الفوتوغرافي كثيره، وبرضه الايفون مش قليله بالمره، ولكن التجربه في النهايه بالذات لما نصور الصور العاديه عندك اما تصوير عريض او ال 1x او 3x على الايفون، والتصوير العريض بيكون 0.5x. شاومي عنده 0.6x تصوير عريض، بعدين عنده 1x، بعدين عنده 2x، بعدين عنده 3.5x، بعدين تقدر تروح للديجيتال زوم، وانا ما بحب اروح هناك، بس 3.5 وبس. والتجربه صراحه كانت محيره احيانا، لانه كثير مرات اشوف الصور احلى من الشاومي، بعدين اشوف بعض الصور احلى من الايفون، فمرات كنت احس بحيره، مرات كنت احس الالوان باهته عند الايفون وهذا اشي غريب، والالوان حيويه اكثر عند الشاومي. فحاولت اصور صور كثير وانا بحكي معكم، طبعا انتم بتشوفوا صور، الصور مكتوب عليها ايفون، هي ايفون وعندك شاومي، انتم بتشوفوا برضه، يا ريت تشاركوا لي رايكم وانا بعرض لكم هاي الصور، كل انواع الصور، مين عجبكم فعليا، شاومي صورها احلى ولا صور الايفون؟ فبصراحة تجربة رهيبة، يعني شاومي مستواها ممتاز جدا بالتصوير، الايفون احنا عارفين انه تصويره ممتاز، بس احنا بالعادة شاومي ما كنا نتوقع انه تنافس، انا شايف انه الفوتوغرافي هون ممتاز جدا. لما بدي احول للسيلفي، نعم في خيارات، بس انا بصراحة عجبني اكثر السيلفي تبع الايفون، انتوا شو رايكم؟ انا حسيت الدايناميك رينج الالوان افضل مع الايفون، اكتبوا لي والله شو رايكم بالذات بالسيلفي ما بين الايفون والشاومي. طيب خلصنا من موضوع تصوير الفوتوغرافي، هسه بدنا نحكي عن تصوير الفيديو، لانه برضه فئه مهمه جدا. راح تسالوني طب لحظه شوي، طب الاداء، طب البطاريه، كلا الجهازين ادائهم عالي جدا وبنصح فيهم اثنين. البطاريه، بطاريه الايفون افضل من بطاريه الشاومي. الشحن، اكيد الشحن ال 120 واط السريع اللي عند شاومي هو الافضل بدون منازع. الشاشات، انا بشوف شاشة الشاومي افضل. التصميم، بشوف تصميم الشاومي والسيراميك هو الافضل. السوفت وير، الايفون هو الافضل من ناحية عملية. طيب نرجع للفيديو بسرعة، هلا بدي افرجيكم مقاطع فيديو سايد باي سايد لكل جهاز، وانتوا احكموا، انا رأيي بعطيكم اياه بعد ما تشوفوا الفيديو. السلام عليكم اصدقائي. هاي مقارنة ممكن بعض يستغربها، ولكن انا بشوفها مهمة. ليش؟ لانه هذا الشاومي صراحة جهاز قوي جدا، هو فلاج شيب ويقارن مع الايفون 13 برو ماكس، ولكن بالفيديو حاب اجرب انا. بالتصوير الفوتوغرافي صراحة عنده ميزات وخيارات واسعة، بتصوير الفيديو عنده ميزات، بس نشوف هسا احنا من الكاميرا الامامية بالذات ما عنده ميزات، عنده فيديو فول اتش دي، الايفون عنده 4K وبتقدر تشوفوا الجودة، فاحنا بدنا نقارن هسا بالفيديو ونصور بعض الصور ونشوف مين افضل ان شاء الله. شكرا جزيلا. اول فيديو من الكاميرا الخلفية، فيديو فول اتش دي 30 فريم، ولكن بالكاميرا العريضة بكل الجهازين. الايفون عنده كاميرا عريضة بسموها 0.5x العرض تبعها، والشاومي 0.6x، فبتقدر تشوف الكواليتي، تثبيت، الدايناميك رينج، كل شيء بدكم اياه. وهسه راح انتقل على فيديو اخر ان شاء الله. هذا فيديو فول اتش دي 30 فريم بس بالكاميرا الاساسيه من كلا الجهازين، يعني مش عامل زوم، هاي الكاميرا المين اللي هي الاقوى عند كل واحد فيهم. هاي الشمس، بالعاده انا ما بطلع اصور بهيك وقت، ولكن يعني دي لي رمضان وانا ما عنديش شيء اسوي، قلت اطلع هسه ونجرب. شو رايكم بالتثبيت وبالصوت؟ طيب هسه بدي افعل تثبيت عند شاومي. هذا فيديو فل اتش دي لساته 30 فريم، ولكن فعلت التثبيت عند شاومي، فانا راح امشي اسرع ونشوف مين افضل. ولسه في كمان تثبيت واحد عند شاومي اعلى بسموه ستدي فيديو برو، راح اجربه برضه ونشوف كيف الاداء، بعدين بنحكم ان شاء الله. هذا هو التثبيت البرو اللي عند شاومي، راح احاول اركض شوي. انا فعليا بركض،
شوفوا لي مين تثبيته افضل. شكرا. الان فيديو 4K 30 فريم على الجهازين، وهنا ما في تثبيت انه تفعل ميزه التثبيت عند شاومي زي الايفون، بس شاومي عنده خيارات اكثر. بنشوف كيف الجوده. هذا 4K على الايفون 30 فريم، على شاومي 60 فريم. طبعا في 8K بس ما راح اقارن مع 8K، خلاص احنا على الاقل هيك نشوف كيف الوضع. احكوا لي شو رايكم، وهل يعني انو الفيديو اللي عجبكم اكثر، وليش يعني بيعجبكم؟ بهمني اسمع رايكم، هل بيعجبكم التثبيت ام الصوره ام الصوت، الدايناميك رينج، الجوده بشكل عام، مين اللي عجبكم اكثر؟ احكوا لي لو سمحتوا. طيب شفتوا الفيديو، شاومي اداؤه رائع جدا، الايفون اداؤه رائع جدا. بالنسبه للكاميرا الاماميه انا مباشره بقدر احكي لكم الايفون يتفوق مباشره، ما فيها هون جدال. الكاميرات الخلفيه الشاومي والله يعني عنده عضلات وعنده يعني قدرات زي ما انت شفتوا، ولكن انتم مين تختاروا بالكاميرا الخلفيه؟ لانه احنا اتفقنا انه الكاميرا الاماميه اكيد نجاح وفوز للايفون، مين بتختاروا للكاميرات الخلفيه؟ مين كان فيديو افضل؟ انا بشوف بدرجه الايفون هو افضل، انتم اكتبوا لي شو رايكم. يعطيكم الف عافيه، بشوفكم في فيديو قادم، الى اللقاء.